نروح نشوف مع حضراتكم ترتيب المجموعات عشان نتعرف على الشكل العام النهاردة، اللي هو طبعا أكيد قبل المواجهات الأخيرة. فرنسا تتصدى المجموعة الأولى، وخلوا بال حضراتكم ده طريقنا، يعني طريقنا احنا من المجموعة بي هنا مع المجموعة ايه. فرنسا متصدرة، الأرجنتين 3، نيوزيلندا 3، ويأتي المنتخب الكوري الجنوبي اللي سقط بهزيمتين في الأخير بنقطتين. جروب بي مجموعة مصر أكيد ليتوانيا زي ما قلنا، ومدعوة أنها تحسم المجموعة النهاردة، 4 نقاط، ألمانيا 3، مصر 3، وبورتوريكو 2. مجموعة سي منتخب كندا ب5 نقاط، وإسبانيا ب4، واليابان ب4، ومالي ممثل أفريقيا بنقطتين. مجموعة دي أكيد منتخب الأحلام المصغر، الولايات المتحدة الأمريكية 4، وإيطاليا 4، وأنجولا 2، وإيران 2. ويتضح أن هي مباراة ترتيب المتصدر، والفريق الثاني أكيد مباراة أمريكا وإيطاليا، ويجي الخناقة بقى بين أنجولا وإيران في الطرف الآخر. بالنسبة لهم كله بيحاول زي ما بقول دايما على الترتيب، كل ما هتقرب خطوة كل ما هيكون طريقك في الاتجاه الآخر مع فريق ربما أخف وطأة شوية. ماتشات النهاردة أهي كلها في توقيت واحد زي ما قلت، جروب A نيوزيلندا والأرجنتين ده طريقنا طبعا، ومنتخب فرنسا المتصدر هيواجه منتخب كوريا الجنوبية. ماتشين الساعة 6:15 زي ما حضراتكم شايفين. جروب بي 8:30 مصر وألمانيا بمشيئة الله، ومعها في نفس التوقيت ليتوانيا وبورتوريكو. جروب سي المجموعة الثالثة اسبانيا ومالي، الساعة 1 دي المفروض ان هي اتلعبت، 1:45 فاضل 35 ثانية، واسبانيا متقدمة هيوافونا الزملاء ب النتيجة النهائية، وكندا أيضا بفارق مريح بفارق 25 بونت، متوقع جدا أنها تفوز. اليابان 175 زي ما بقول، لأنه كندا مدرسة الولايات المتحدة الأمريكية قريبة جدا. أنجولا وإيران ده ماتش الخناقة زي ما قلت على الفريق اللي هيحاول يقرب أيضا ويبعد. ثم مباراة الترتيب بالنسبة للمجموعة دي، مباراة اللي معانا إن شاء الله هننقلها، مباراة الولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا، والماتشين هيبدأوا الساعة 4 بمشيئة الله.